عندما ينفذ بعدها عندما تحقق المصلحة ينسحب إلى أراضيه. للأسف الشديد الآن تكالات عسكرية ثابتة، وهذا ما ينذر عن نوايا بعيدة الأمد قريبة التنفيذ. صراحة الآن القوات التركية تحتل ما يقارب 1% من الأراضي العراقية، تبعد عن مركز محافظة الموصل ما يقارب 28 كيلومتر عن مركز محافظة الموصل. كل هذه الانتهاكات وهذه الصراحة التجاوزات هو احتلال بعيني ذاتي. اللي ثار شكوكنا أكثر أنه الحكومة العراقية، وزير الدفاع ورد إلى مسامعنا ورددنا اتفاقيات أو مذكرات بدون علم البرلمان العراقي وبدون علم اللجان المختصة هي لجنة الأمن والدفاع. وهذا الدستور العراقي يشير ويشير بدقة أنه جميع الاتفاقيات جميع المذكرات لابد أن تكون بعلم البرلمان العراقي وبالخصوص اللجان المختصة. لا، من المستحيل أن تكون هكذا مذكرات مهمة استراتيجية تمس سيادة العراق بدون علم البرلمان العراقي. والأكثر من ذلك وردتنا أخبار أيضا على أنه تم التلاعب بهذه المذكرات، كان فيها فقرات مهمة جيدة تحمي سيادة العراق، القوات العراقية لها الأولوية ولها الولاية على القوات التركية. للأسف الشديد كلها حذفت. استضافنا المستشار القومي للأمن العراقي، سنستضيف أيضا وزير الدفاع اللي هو معني بالتوقيع، وإن شاء الله ستستمر لجنة أمن الدفاع ونوابكم إن شاء الله بالدفاع عن سيادة العراق، ولا نتردد لحظة واحدة بالوصول إلى النتائج إن شاء الله اللي ترضي شعبنا إن شاء الله. شكرا جزيلا.